أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ رسان، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي رسان. اهلا وسهلا فيك اخ جان، اهلا وسهلا فيك وبضيوفك اللي عم يحضرنا هلا واللي راح يحضرنا بعدين. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أخ رسان. رسانة شرف. طبعا نحن بس بداية، لو بطاقة تعريفية مختصرة عن حضرتك، تفضل. رسان كبك، انا من عفرين، مدينة عفرين تابعة لمدينة حلب بشمال سوري، كردي الأصل، درست علوم سياسية بلبنان، حاليا مقيم في دنمارك، صار لي تقريبا سنة مقيم بدنمارك، ملحد رسان، إذا عم تسمعني حبيبي الصوت تعيس صاير. رسان، آسف أصدقائي، آسف كثير على العطل هذا، أظن بلكي رسان يقدر يصلح العطل هذا. رسان عم تسمعني؟ طيب رسان، على كل حال طلع من الخط وأنا آسف كثير أصدقائي بالإنترنت، أظن عنده شوي في صعوبة الإنترنت فيه، يعني بتمنى يعني تقدروا الوضع، آسف كثير على الحالة. يعني أنا أهلا أهلا رسان معنا، اهلا فيك آسف جانا. كثير، الصوت شوي قطع. فكنت عم تحكي تقول أنت من كردي من مدينة عفرين، تفضل كمل. طيب أنا مش سامعك. لا، هلا سامعك تمام، هلا كمل. من كرد مدينة عفرين شمال حلب، تفضل. من مدينة عفرين بشمال حلب، صاير بشمال السوري، كردي الأصل، مقيم حاليا في دنمارك، صار لي سنة مو من زمان. درست علوم سياسية بلبنان بالجامعة اللبنانية، ملحد وهو يظهر أصدقائي، يظهر إنه الصراعي مدعين علينا، يعني هو بصل لكلمة ملحد الأخ رسان وبيوقف الخط، شو القصة ما بعرف. رسان عم تسمعني؟ رسان ما عم بسمعني، أنا آسف أصدقائي، هو عم بصل لكلمة ملحد ويظهر الصراعي أصدقائنا المسلمين، يعني دعاء مستجاب اليوم ليلة القدر، ما بعرف يعني عندهم ليلة القدر أكيد. يعني أنا بعتذر كثير. طب أنا راح أفتح سكايب كمان وأشوف إذا شاركونا. رسان عم تسمعني؟ رسان أنا راح أفتح سكايب أصدقائي، ويا ريت تشاركونا. أشوف يعني أنا بعتذر كثير على ما بعرف، الإنترنت كان شغال معه وما بعرف هلا ليش، يعني يكون دعاء الصلاعنة مستجاب اليوم، فبعتذر كثير على هالانقطاع هذا. يا ريت اصدقائي اذا بتكتبوا تعليقاتكم. وطبعا في شوكولاته واحده معلقه تحت الفيديو، انه نحن لا ننصح المجاهرين، يعني عم بتقول، وانا متاكد انه هي او هو مسلم او مسلمه، انه نحن ما بننصح المجاهرين وبيجاهروا، نحن بنشجعهم يجاهروا وبيجاهروا وبعدين بيغامروا بحياتهم، وطبعا هذا الشيء غلط، وكل اصدقائنا بيعرفوا انه نحن
على طول بنقول من استطاع إليه السبيل، يعني نحن ما بنجبر حدا يكون في خطر، نقول له روح جاهر. وهذا الحكي كررناه كثير، ولكن للأسف بيجونا صلاعمة بيرجعوا بيكتبوا لنا هالحكي الفاضي الدبلجات. لا، وإذا بدك تتم على هالمنوال هذا، يعني تم برنامجك على هالمنوال هذا، نحن راح نلغيك من الجروبات الإلحادية، على أساس يعني الجروبات الإلحادية في داخل يعني ملكه ولا ملكه وات ايفر، يعني ما بعرف شو هي. بعتذر كثير اصدقاء يعني هالعطل هذا اللي صار مع الاخ رسان. انا راح اشوف تعليقاته، وبتمنى منكم ان تتصلوا على السكايب يعني حتى نشارك ونحكي. انا دقيقة راح وحدة وراح افتح السكايب. بتمنى من أصدقائي. جانو، أنت موجود على الخط، يا ريت تتصل جانو. وأنا في انتظار، راسان، يا ريت ترجع تتصل وتشوف الحلقة، وأنا راح أرجع أراسلك على الفيسبوك. راح أرجع أراسلك على الفيسبوك ونشوف بلكي تقدر ترجع. جانو حبيبنا اتصل ورجع سكر الخط، انا راح اتصل فيك جانو. اهلا جانو، تحياتي حبيبي. تحياتي تحياتي، كيفك؟ الحمد لله الطبيعة. الحمد للطبيعة ولداروين ولكل من هو غير الله. أبو يوسف رياض البغدادي، أها، وريتشارد دوكنز قدس الله سره. صراحة صحيح، قدس الله سره. وأخونا يوسف بعت لي كم إيميل بصراحة، كم رسالة، أنا لسه ما فتحتهم بصراحة. أنا بدي يا ريت أشوفه يقدر يتصل فينا هو. أخونا شجاع البغدادي غني عن التعريف، هو دكتور جورج وليت ونادينا سامي الديب. طبعا هلا كنت تقرا تعليق من الشوكولاته. بالضبط. اللي يعني كيف انه انا اسكت وما ادعي انه اقول افكاري مشان تخدم الإنسانية، مشان تخدم ناس تانيين، بس هو أو هي يقول أفكاره الإرهابية مشان يقتل بالناس، مشان يبقى الناس في جهله في تخلفه، عادي بالنسبة له، بس بالنسبة لنا حرام. شو هالتناقض اللي عايش فيه؟ بالضبط. يعني التعليقات هي إنه لا، وحتى تعليقات على يمكن تقريبا 10 15 حلقة، يعني انه نحن انتوا عم بتجاهروا، وانتوا ببلاد اوروبا عم بتجاهروا وما عليكم خطر، وانتوا عم بتشجعوا الموجودين. لا، هي بتذكر كلمة الصلاعمة يعني على اساس عشان تثبت. ما في اشكال، بس خليني اسال هذا الشخص، ما كان نبي الاسلام ملحد لما كان هو فقط عنده هذا الرأي، ولما استجاب أربعة أشخاص وراها بالسيف نشر أفكاره وسلط رأيه على الجميع؟ احنا ما بنشيل أي لا سلاح ولا أي شيء، عندنا فقط القلم وأفكارنا. بالضبط. ندعو للإنسانية، ما ندعي لأي شيء سلبي. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب رجعلنا الأخ رسان. رسان أنت هلا عم تحكي من التليفون، ما هيك؟
رسان إذا عم تسمعني، يظهر في مشكلة مع الأخ رسان أظن، يعني ما بعرف شو المشكلة بصراحة. أتمنى يكون يعني أنا كمان مثلك، يعني عندي إنترنت منيح، أنا متفاجئ أول مرة بيصادفني. أوكي. طيب هلا أنت عم تحكي من اللابتوب ولا من التليفون؟ جرب من التليفون، إذا هذا لابتوب ولا شيء جرب من التليفون رسان، لأنه الأصدقاء بيحكوا معنا بالتليفون كثير ممتاز يعني. يمكن المشكلة بيكون من اللابتوب، ما بنعرف، رح نجرب. طيب جرب من التليفون، اوكي جرب افصل من هون ورجع ادخل على الفيسبوك واتصل من نفس الرابط من التليفون. اوكي انا بعتذر منك اخ جان، وبعتذر من المشاهدين. ان شاء الله 5 دقائق وبيكون جاهز. ولا يهمك، نحن مستنينك والمشاهدين اصدقائنا مستنينك، وانا بعتذر للمشاهدين لاصدقائنا يعني ولل بوعدك وبوعد راح نعوضهم بنقاش حلو كثير هالتأخير هذا. أكيد. طيب خليك ما دام ما شغال بس يقطش روح. طيب جانو، خلينا مع رسان وحبيبي، برجع بتصل فيك جانو. ماشي، ما في اشكال. انا بس الخط تبع اخ رسان مش مزبوط، مشان اكيد انا برجع بتصل فيك. اوكي حبيبي، سلامات. يلا سلامات. طيب رسان، وصلت لمرحلة قلت أنت أنا ملحد، وبصراحة المرتين يعني لتقول أنا ملحد وينفصل، يعني اليوم ليلة القدر يمكن الصلاعي مبدعين علينا يعني. تفضل رسان. يظهر رسان هو رسان عم تسمعني؟ طيب رسان، يا ريت تتصل فينا من التليفون. معقولة؟ هذا دعاء بصراحة، أظن دعاء الصلاعم اليوم ليلة القدر، ف إلههم ضربته النخوة وعم بستجيب يعني لدعائهم. يا ريت تتصل من التليفون رسان إذا اوكي 5 دقائق راح احاول اتصل من تليفون. ماشي حبيبي، مستنينك. الى اللقاء 5 دقائق. اكيد. طبعا اصدقائي انا بعتذر كثير مثل ما قلت على العطل هذا، وخلي الاخ جانو يكمل مداخلته اذا جانو. اشوف اذا في اي تعليقات ثانيه ممكن رد عليها، واي اسئله ثانيه ممكن رد عليها. ايوه جانو. حبيبي جان، طبعا مع الاسف انه الاخ رسان ما يقدر مشان النت تبعه، ما بعرف عنده مشكله، بس ولا يهمك رسان. انا اخوك وراح احاول انه نحكي شوي. اكيد. طيب شو بتقول لهي اللي عافت التعاليق، انه نحن ملحدين عم نجاهر باوروبا وبلاد برا، وعم نشجع الشباب اللي جوا اللي عنده الصلاعمه انه يجاهروا ويغامروا بحياتهم وتوقفوا؟ لا، هي شو قالت؟ انه ما عم تعطوا النصيحه. طيب جانو، انت شفتنا شي نهار ما اعطينا نصيحه؟ شفتنا شي نهار قلنا لازم تجاهروا ولا لازم؟ بيقول انه روحوا فجروا حالكم، او روحوا يعني سلط افكاركم على الناس الثانيين. احنا عم نقول افكارنا ونعبرها بطريقه سلميه، تاخذ بها اهلا وسهلا، ما تاخذ بها اهلا وسهلا. صحيح. فانت اذا انت دين صحيح، وليش من شو بتخاف؟ يعني شو السبب اللي بتخليك انه تخاف؟ انا ما راح اخاف من اي شيء.
هو هذا هو يعني بالضبط بالضبط. يعني المشكلة يعني بدخلوا، يعني هلا مثلا كان بيدخلوا مسيحيين باسم الملحدين يهاجموا الاسلام، هلا صايرين كمان مسلمين عم يدخلوا باسم الملحدين يهاجموا الملحدين. يعني شيء عجيب، شيء عجيب. يعني بدل كل هالعنتريات هاي ممكن يعني بكل بساطة نحن مثل ما قلت جانو، انت بتعرف هذا اذا في ادله بالاساس حتى يكون في ضعيف اصلا ما يعني فيش. انا قلت هالشيء يعني اذا انا عندي شيء حقيقي فمش شو اخاف، انا عندي اليقين مش شو اخاف، ما راح اخذ من اي شيء. جانو بتعرف انا بصراحه يعني قلت لك يعني بدي اعمل معك انت حلقه. من عيوني حبيبي، انا قبل ما بالضبط. وانت كل اسبوع، مو كل اسبوع، كل يوم تتصل فينا، يعني كل حلقه بتتصل فينا ونشاطك واضح، فما بعرف شو مؤخرك لهلا، يعني ما تطلع معنا بحلقه ما تجاهل. انا لا متاخر ولا شيء، بالعكس انا سباق لي كل شيء، وانا قايل لك اذا بكون يعني على البرنامج ومش على البرنامج انا مجاهر ولا يهمني شيء. بكل تاكيد بكل تاكيد، ومعناتها راح ننسق لحلقة أنا وأنت، ويعني ما يوقفنا شيء. إذا ما سوينا لك سلسلة من الحلقات يعني. أنا بالخدمة، بس المشكلة أنت بتعرف إنه اللغة بتاعتي مش، إذا كنت بقدر أعبر الأشياء اللي باللغة الأم مثل ما بيقولوا فكان أحسن. بس انا تعلمت العربيه في اوروبا، يعني ما كنت بعرف، دراستي كلها كانت بالكرديه. ف لما يكون في سؤال محدد يعني لازم شوي افكر حتى استوعب الكلمات حتى اقدر اعبر فيه. فهذا هو فقط الاشكال اللي عندي، وانا قايل لك من زمان هالشيء. بتعرف هو يعني جانو، انا ممكن اساعدك بالكلمات، وبصراحه انا اول مره بسمع انك تعلمت العربيه في اوروبا، وهي مفارقه بصراحه. يعني انا كردي وتعلمت الكرديه باوروبا. طيب اخي جانو، لنشوف الاخ رسان، اظن رجع الاخ رسان. اخي رسان سامعني؟ الاخ رسان رجع بس يظهر علقت الصوره معه. فكنت عم بقول يعني جانو، انا كردي، لما طلعت من سوريا، بما انه يعني السياسه العروبيه اللي اتبعها حزب البعث سياسه التعريب كانت ماشية، وانا مولود بمدينه حلب. يعني ف بتذكر بالطفوله بالبيت كنا نحكي كردي وكل شيء تمام، يعني بس كبرنا شوي حتى تغيرت الاجواء، ما بعرف، صار كل الناس تحكي عربي، فالكردي صار مثل حكي بالطفولة ورؤوس أقلام. صح، فالأكراد أكثريتهم لادينين، لأن شايفين الظلم منذ قرون. أهم مثلا أهم دليل أنه لماذا لادينين، لأن الأكراد خدموا مثل ما بيقولوا الإسلام كثير، أو من صلاح الدين الأيوبي إلى ابن المشرفي إلى شو اسمه الزند، هذول كل هالأكراد وخدموا. ومع العلم وراء هذه الأشياء، بدل ما أنه يمسكون بإيد الأكراد، خاصة العرب، لأن أكثرية الأكراد خدموا الدين الإسلامي، بالعكس
اضطهدتهم اكثر. فمشان هيك الكردي دائما بتشوف انه الانسانيه عنده اعلى من كل المبادئ الثانيه الدين او الاشياء الثانيه. وهو بتعرف يا جانو بتعرف يعني وقت سقطت الدولة العثمانية يعني الأكراد كان لهم دور كبير في أغلب الخلافات الإسلامية أو الدول الإسلامية يعني اللي صارت، وخصوصا الدولة العثمانية يعني الخلافة العثمانية. لما سقط لما الجميع كان اسمها اتحاد الترقي، كان نصف أكراد نصف أتراك بالضبط. ولما سقط هذا ورا ما سقط الدولة العثمانية انقلبوا على الأكراد، طلع الأكراد مثل ما بيقولوا بدون شيء. لا هو يعني المكافأة للأكراد هم قسموا أراضي الأكراد اللي كردستان هي إلى 4-5 أقسام، يعني شوي إيران أخذت لها شوي، تركيا أخذت لها شوي، والعراق أخذت لها شوي، سوريا أخذت لها شوي، ومحوا شيء اسمه الشعب كردي يعني. أنا بالنسبة لي إنه تقسم إلى 4 أجزاء هذا فقط انتقاما من صلاح الدين الأيوبي، أنا هيك بشوف. قال أوكي راح أقسمكم خلي المسلمين يعطيكم حقكم، هيك عم بشوف. هو يظهر هيك يعني، يظهر هيك إنه والمسلمين ما شاء الله شفنا الأخوة الإسلامية، وشفنا صدام حسين بحلبجة شو كيف ضرب الأطفال الأكراد بالكيماوي. مش فقط بالحلبجة، أنا من يعني في عملية اسمها أنفال، عملية الأنفال هذا صورة من القرآن الكريم مثل ما بيقولوا المسلمين. القرآن الكريم؟ إيه للمسلمين بيقولوا، أنا قلت عند المسلمين. هذه العملية أخذ سنتين، خرب فيها 182 4000 قرية، وقتل 182 ألف كردي فقط في هذه العملية. هذا كان جزاء الأكراد. فدائما الأكراد متهمين بأنهم خونة. كيف يعني إذا أنا ما دافع عن أرضي وعن شرفي وعن مبادئي أكون خائن؟ أنا بعتز بهالخيانة إذا بس أشهد مشان الأرض، دفاعا عن الأرض. بالضبط. جانو بدي أسألك حاليا يعني انت كيف شايف وضع الاكراد؟ لوين رايح يعني بهالمعمعة اللي صايره بسوريا والعراق وتركيا وايران، كلها مخربطه ببعضها هالاربع دول نفسهم يعني. مع الاسف الاحزاب الكرديه لازم يتوحدوا في مبادئ. طيب راسان عم تسمعني؟ راسان ايه عم بسمعك هلا. بسمعك منيح جانو، شكرا كثير لك جانو، وخليك معنا على الخط. طبعا راح بس نبدا مع الاخ راسان، واسفين كثير اصدقائي على هالعطل هذا، واظن الصوره صارت تمام والصوت صار تمام. راسان خلينا نبدا من البدايه. انت كنت عم تصل لكلمه ملحد مرتين ويتوقف الخط، لانه ليله القدر. بالضبط. فخل بدأ من البداية، مدينة عفرين شمال حلب، تفضل. اوكي، بالمناسبة قبل ما بلش رجعت اتصلت من اللابتوب، من تليفون ما عم بتعلق، ما بعرف شو المشكلة بالضبط. المهم يعني بتمنى هلا يكون ضبط وعم تسمعني والمشاهدين عم يسمعونا. بتمنى لا هلا صوت وبتمنى يتم هيك يعني. أوكي. يتم هيك. اوكي كثير منيح. راسان كبك من عفرين شمال سوري، كردي الأصل. درست علوم سياسية بالجامعة اللبنانية، مقيم حاليا في دنمارك صار لي سنة، ملحد من 2006. تفضل أخي. تمام.
تمام. طيب راسان، اذا بتقدر تحكي لنا من نشأتك الدينية بالطفولة مع أهلك ناسك. أنا بعرف مدينة عفرين، أنا طبعا لي قرايبين فيها ولي أصدقاء منها، بعرفها تمام يعني بالطابع العلماني كامل عليها. يا ريت تحكي لنا عن نشأتك الدينية، كيف كان التعامل مع الدين مع وتوضح للناس يعني النشأة الدينية. تفضل. تمام، حلو كتير. أنا كبرت بعائلة ما لها علاقة بالدين، صح مسلمين، ولكن مثل ما حضرتك قلت أغلبية منطقة عفرين الكرد ما لهم علاقة بالدين، مسلمين بالاسم، يعني شوية طقوس على يعني طقوس جنازة. يمكن ضيعتي اللي عدد سكانها 3000 ما في 25 واحد عم بيروح على الجامعة. عائلتي ما لها علاقة بالدين، مسلمين بالاسم بس يعني، وهن قريبين من حزب العمال الكردستاني، بطبعهم هن علمانيين، بيحبوا الديمقراطية، بيحترموا كل الأديان. ربيت وكبرت بعيد عن الدين، ما في أي تأثير ديني على طفولتي، هذا الشيء الإيجابي اللي كان. بفترة إعدادية أنا صرت عم بنشد للدين، بنشد للجامعة عن طريق أستاذ مادة الديانة عنا بمدرسة ضيعتي براجو. صرت عم بنشد للدين وللجامعة، صرت عم صلي كل يوم 5 صلوات بالجامعة، صرت عم ساعدهم بتنظيف الجامعة حتى، وكنت قريب كتير من أستاذ، صرت بعزمه على البيت وصرت بروح لعنده، صرت بالصيفية أخذ دروس بالقرآن وبالحديث وبالكذا، ويوم الجمعة بستمتع بخطبة الجمعة. طبعا هذا الشيء راح معي للثانوية، يعني راح معي كذا سنة. أبي كان بخاف علي، كان بيقول لي يا ابني خليك بدراستك، خليك بحالك، شو بدك من دين؟ دين ما بيطعمي خبز. هذا كلام أبي كان، يا ابني الدين ما بيطعمي خبز. المهم القصة بلشت إمتى؟ تقريبا كنت بصف العاشر، بلشت عم شك بالدين، بلشت عم بتساءل، بلشت عم فكر يعني. وما بخبي عليك الأسباب ما كان دينية، ما كان يعني ما كان عندي هالعمق بالدين، ما كنت بحاول أفهم الدين الحقيقي أو كذا، أصلا ما كنت بعرف في شيء دين غير إسلام. أنا بنظري كان ما في غير إسلام، كل العالم مسلمين، غير إسلام ما كنت سامع فيه. بقى كان الدوافع هو وطنية، يعني مثلا أنا شخص كردي، ليش بالصلاة بدي أقول الله أكبر؟ ليش بالكردي ما بدي أقول خدي مازنة مثلا؟ يا ترى الله ما رح يفهم علي إذا حكيته بالكردي؟ يعني تساؤلات طفولية يعني، كان يعني فيك تتصور انه الطفل وعم بيتساءل، يعني ما كان بهالنضج، يعني ليش الله ليش ما بدي احكي مع الله بالكردي؟ ليش ما بدي اصلي بالكردي؟ ليش بالعربي؟ انا كنت صغير، كان فيني روح وطنيه قويه، كنت بكره الشرطه مثلا، الشرطه عنا بالضيعه، كنت بكره النظام مثلا. طيب اخي راسان، يعني كنت تكره النظام؟ هلا بلشون ليش تردين راسان ما بعرف الصوره راحت، على كل حال ما في مشكله. خلينا الشك اللي خلاك يعني غير المسائل الوطنيه، المسائل الحقيقية يعني. تمام. أخ جان، ما هو الإنسان ما فيه يترك العقيدة بيوم وليلة. أكيد. الإنسان ما بيترك عقيدة بيوم وليلة، هو ببلش بشي صغير، ببلش الشك، ببلش بتساءل، بصير بلحق خيط بجر خيط، خيط بجر خيط ليوصل للمرحلة ينتهي عنده شيء اسمه إيمان. بقى هون انا بلشت استفسر الشيء. الثاني اللي اثر فيني اخ جان،
الديانة الإيزيدية. الديانة الإيزيدية تعرفت على بعض أصدقاء إيزيديين كانوا معي بالمدرسة الثانوية. تفاجأت إنه في ديانة طقوسها بلغة كردية، بيحكوا مع الله بلغة كردية مثلا، ديانة كردية. رفقاتي صاروا عم بيحكوا لي إنه إيزيديين كلهم أكراد وعنا ديانة. أنا هون يعني صار معي الصرعة وقتها، يعني ليش طالما في ديانة كردية ليش نحن عم نعبد الله بالعربي؟ حاولت يعني ما رح فوت بالقصص الفقهية والأحاديث والإجرام اللي موجود بالقرآن بالأحاديث، وفيني أقول قلة الأخلاق اللي موجودة وقتها. ما كنت بوع على كل هالشيء، يعني أنا كل هالشيء صرت بعد عصر الانترنت، بعد الفيسبوك صرت عم بعرفهم. طيب رسان هون في شغل، نقطة كتير حلوة. أنا بدي كتير شباب والناس ما بيعرف، بيسمعوا بالأزيدين، هو الأزيدين يعني أكثر شيء بيسمعوه بعد ما داعش يعني خربت بيوت الأزيديين أخذوا الأزيديات كرهائن وجواري وهالوساخة اللي عم بعملوها. يا ريت تحكي لنا شوي عن طقوس الديانة الأزيدية. شو هي الديانة الأزيدية؟ كيف عباداتها؟ كيف يعني بكلماتك؟ أخ جان، بفضل بيوم تاني نحكي بالتفصيل عن ديانة إيزيدية، لأنه الفلسفة الإيزيدية بيفتح أبواب كثيرة، يعني خاصة إذا كان المشكلة الأساسية مع الإيزيديين هو الدين الإسلامي من يوم ما طلع الإسلام لليوم. بس أنا رح ركز على نقطة كثير مهمة، موضوع الرسالة، رسالة الله. يعني أنا الشيء اللي لفت نظري وقتها انه الإيزيدية قبل الإسلام موجودة. أنا هون صرت عم بقول انه خلص، انه أنا بآمن بالإسلام، الإسلام هو الدين الحق، والإيزيدية أسطورة، خرافة، أساطير أولين. أوكي، بس لما بشوف انه في كثير طقوس بالإسلام موجودة بالإيزيدية، لما بشوف كثير عقائد ميتافيزيقية أو دنيوية موجودة بالإيزيدية، فهون واحد بتسأل إذا كان رسالة الإسلام رسالة إلهية نزل جبريل بالسلم ووداها لمحمد، أوكي؟ طيب معقولة الأقدم يسرق من الأحدث؟ معقولة مثلا إذا كان إيزيدية ديانة أرضية، معقولة الله من فوق سبع سماوات رح يسرق ديانة، رح يسرق خرافات وأساطير ديانة أرضية ويوديها مثلا؟ هون كان اي بضاعه بيطلع اخ جان بعده بيطلع التقليد، يعني مستحيل مثلا يطلع التقليد بعدين يطلع الاصلي. حتى لو كان البضاعه الجديده كان جوده اعلى من القديمه، بس بيضل عم بيقلدوه، بيضل تقليد. يعني بقى هون صرت عم قارن كل شيء، يعني لقيت كثير كثير اشياء موجوده بالاسلام لقيتها عند الايزيديه. يعني موضوع مثلا تطهير الاولاد مثلا، موضوع الوضوء، موضوع الصلاه، موضوع يعني كثير كثير طقوس موجوده يعني، والايزيديه اقدم من الاسلام. بقى هون السؤال المهم لازم كل مسلم يفكر فيها، مو بس الايزيديه. يعني اليوم نحن بنعرف في كثير اشياء موجوده بالمسيحيه وبالتوراه وبكثير ديانات سابقه موجوده بالاسلام. يعني اذا كان اسلام دين الحق، معقوله الله بيكون سارق من الخرافات والاساطير ومنزله؟ معقوله الله مثلا يتعلم كيف يكتب دين وكيف يكتب كتاب مقدس من بشر؟ هذا السؤال كثير مهم. واحد راح يقول لي انه معلش المسيحيه كمان دين سماوي، كمان مصدره من عند الله، والتوراه كمان. اوكي، بس عندك كثير قصص بالتوراه والانجيل بالاصل مسروقه من ديانات غير سماويه. يعني اليوم مثلا تقرا بالتوراه راح تشوف كثير قصص انبياء مثلا
خد قصة آدم مثلا، خد قصة آدم موجودة، موجودة بأساطير قديمة من ببلاد رافدين، يمكن يمكن قبل 7000 سنة، يعني 5000 سنة قبل الميلاد موجودة. قصة نوح موجودة بجلجامش، مجرد أسطورة نحن بنسميها اليوم، بس موجودة. قصة طوفان، قصة حتى مثلا العقائد اللي بخص قوس قزح والرجوم شياطين والبرق والسابع سماوات والشيطان والجنة والنار والحساب والقيامة وعذاب القبر، كلها موجودة بالأساطير قبل المسيحية وقبل التوراة. بقى هون طيب رسان، يا أما أقدم شيء هو 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 الدين الحقيقي، يا رسان أنا صوتك شوي قطش. على كل حال رسان، شو علاقة بين اليزيدية والزرادشتية؟ إذا في نفس الدين ولا غير دين، ولا في علاقة بيناتهم؟ للأسف أخ جان، للأسف حتى اليزيديين نفسهم بتجاهلوا كثير هالموضوع، وقصدي جاهلين بهالموضوع للأسف الشديد. طبعا السبب أنه من 1400 سنة الإسلام عم يحكم الإيزيديين والزرادشتيين. من 1400 سنة ما في مدارس إيزيدية، ما في حرية لطقوسهم الدينية، ما في حرية التعليم، يعني حتى كتبهم كتير تعرض للحرق، كتير مفكرين وشيوخهم اندبحوا وانقتلوا. فلهيك هن جاهلين كتير بالدين، بس في مصادر، يعني إذا واحد بده يبحث راح يلاقي كتير شغلات. بالنسبة لسؤالك، الزرادشتي والإيزيديين ما خصهم ببعض أبدا، ديانتين منفصلين نهائيا. كتير إيزيديين ما بيفصلون، وكتير إيزيديين بيعرفوا الحقيقة. كتير لازم نعرف أنه الإيزيدية والزرادشتية ديانتين مختلفتين. رح أعطي بعض الأمثلة، يعني بالديانة الإيزيدية ما في شيء اسمه الشيطان، مفهوم الشيطان ما في، بينما بالزرادشتية، زرادشت يمكن ديانة الزرادشتية أول من قال أنه في إلهين، إله خير وإله شر. الإيزيدية طقوسها وعباداتها باللغة الكردية الفصيحة، مركزة بسنجار بالعراق، شمال العراق، إقليم كردستان العراق معروفة. أما زرادشت هو كان من أصول أذربيجانية، الكتاب تبعه كان كتاب الأفستا باللغة البهلوية، وفي هلأ من جديد في كتير كتب لزرادشت مترجمين للعربي. أنا قريت منه اثنين ما خاصة بالإيزيدية، بعاد كتير عن بعض. في أشياء مفصلية يعني. طيب رسان، هلا بيقولوا خصوصا المسلمين مثلا جان الزيدي، المسلمين بيقولوا انه الزيديين بيعبدوا الشيطان. شو قصة عبادة الشيطان؟ يعني انا بصراحة ما بفهم، في حدا بيعبد الشيطان؟ يعني بيقول والله شيطان وبعبده؟ يعني يا ريت توضح لنا الفكرة هي للمشاهدين. تفضل. اكيد، بس لازم ننوه، انا عندي شويه معلومات عن الايزيديه كوني اعتنق ايزيديه بعد ما تركت الاسلام فتره منيحه وبحثت فيها، بس حاليا انا ملحد ماني هون لدافع عن العقيده الايزيديه واقول انه عقيده حق. العقيده الايزيديه او الزرادشتيه اثنيناتهم من حيث امور دنيويه واخلاقيات توب، ما في عليهم كلام، ولكن بالنسبه للعقائد الميتافيزيق ما فوق الطبيعة، شيء بخص جنة ونار والله وكذا، يعني أفلام كرتون مثل غير دين، يعني كلها خرافات خرافات. بالنسبة للشيطان أخ جان، كلنا نعرف قصة الإسلام والتوراة والإنجيل، قصة الشيطان اللي عصى الله وما ركع على آدم. الله قال الملائكة اركعوا لآدم، الكل ركع إلا إبليس عصى واستكبر، والله طرده من الجنة. هو الحكاية كله ما في داعي يكررها.
بالفكر الإيزيدي إبليس اللي هو أزازيل أو ملك طاووس بيسموهن ظل مخلص لله، ما سجد لآدم لأنه هو قال سجود لله بس، الله هو اللي خلقني أنا من نور الله وآدم من التراب لازم أسجد بس لآدم. بقى الله أكرمه وحطه رئيس للملائكة، يعني على مرتبته يعني لأنه كان مخلص. بقى هو ملك طاووس يعني أو ملك أزازيل هو نفسه إبليس بالديانات المزعومة أنه سماوية، نفسه ورئيس معشر الملائكة وبيجي مرتبته بعد الله مباشرة. من هون بتختلف القصة يعني. أو يعني ما هو الشكل الشرير، هو شكل خير يعني على أساس. لا حتى لما راح أغوى حواء لا يطلع من الجنة آدم وحواء لا يأكلوا التفاحة كان بأمر من الله، يعني الله قال له روح طالعهم من الجنة خليهم ينزلوا على الأرض ويتكاثروا ويجيبوا أولاد، نحن لشو خلقنا الأرض؟ نسوي شوية شغل. بدي اسوي شوية شغل هذا الله تبعنا. طيب خلينا انت اعتنقت الأزيدية وكيف تركت الأزيدية ودخلت على الإلحاد، يعني احكي لنا القصة هاي من مثل ما بقولوا الشكوك الأولية بالأزيدية حتى وصلت مرحلة الإلحاد. اوكي اخ جان، انا لما تركت الإسلام وارتديت عن الإسلام ما كنت بعرف بكل نصوص القتل والإجرام اللي موجودة، ما كنت بعرف قصة اللا أخلاق الموجودة، يعني قصة نسوان وسبي وأربع نسوان وملك يمين وجواري واستعباد، ما كنت بعرف كل هالشيء، ما كنت بعرف يعني كل شيء بيعمله داعش اليوم ما كنت بعرفه عن الإسلام. فقط الموضوع هو كان ايديولوجي، يعني انا تركت الاسلام لانه مو معقول مثلا يكون الاسلام هو حق وواحد عربي عاش فيه، يعني وبالاصل انا ماني متربي بعائله مسلمه يعني متشدده، فلهيك تركت واعتنقت الايزيديه. بس المشكله الكبرى انه الايزيديه ما رحبوا فيني، يعني الديانة انضم للإيزيدية، يعني أنا مثل الحب من طرف واحد انضميت للإيزيدية من طرف واحد. شو السبب إنه ما بدرس عنه قطعة بطر عنه؟ شو السبب أخ جان؟ غير تبشيرية، ما في واحد يفوت على الإيزيدية إلا كان من أبوين إيزيديين، والأخص إذا كان واحد أصله إيزيدي وترك الإيزيدية راح للإسلام وبعد فترة رجع، مستحيل يعني مو مقبولة، يعني بيعتبر هذا بزمانه وطلع راح لدين تاني، يعني كان خاين يعني ما له خير، يعني مستحيل، يعني ما بيقبل. حكيت مع كتير شيوخ، حكيت مع تواصلت كتير مع الإيزيدي، حاولت حتى أطرق مشوار على السنجار يعني روح لانيك ترجعوني يقبلوني، بس بعدين قلت خلص طالما الإيزيدية أنا مقتنع أكيد الله راح يقبلني، إذا بشر الإيزيديين ما قبلوني أكيد الله راح يقبلني يعني، فأنا راح أكون إيزيدي من قلب ورب ويصطفوا البشر إذا إيزيديين قبلوني ولا ما قبلوني. بقى هون عايش كإيزيدي فترة منيحة وكنت حريص إني أعرف عنها أدرس عنها أتعمق فيها، عن طريقي صرت تعرفت على الزردشت وصرت عم خربت بيناتهم شو زردشت وشو إيزيدي وشو الفرق، لحتى تعرفت على الديانة المسيحية شهود يهوى. هاي نقطة اللي بعدها اللي وصلنا لها شهود يهوى. بصراحة شهود يهوى أنا اللي معهم صولات وجولات، يعني أنا كنت من 10 سنين تقريبا، لا أكثر من تقريبا من 15 سنة، يعني بعد ما دخلت لندن بسنة جماعة شهود يهوى كانوا يدقوا الأبواب لعنا
على البيوت العالم يعني، ويبشروا بديانتهم بياهو. فقلت يعني بدي اسمع منهم يعني، اسمع منهم. فشفت تفاهاتهم، خلينا نشوف وضعهم. شفت تفاهاتهم وسمعت، هن كثير نشيطين، هن كثير نشيطين يعني، بلبنان نشيطين، بكل مكان ممكن ينشطوا بينشطوا يعني. فسمعت منهم وترهات يعني، ترهات. يا ريت تحكي لي عن تجربتك مع جماعة الشهود يا هو. تفضل. قبل ما اجي على شهود يهوى، ضليت فتره عم بشتغل بحلب عزيزيه. بتعرف عزيزيه حلب كلها مسيحيين؟ اكيد. هنيك كنت بشتغل عند واحد المطعم، وكل العمال اللي فيها مسيحيين. صرت عم بتشجع، اخلاقهم كثير عاليه يعني. انا لقيت فرق كبير كثير بين يا يعني. ريت تكون الأخ أخي رسان ومن غير شيء الأيزيدين ما عم يقبلوني. رسان بحب أعرف يا رسان، الصوت وقف عند، شفت فرق كبير بين المسيحية والإسلام أظن، يمكن يا ريت من أوكي. هلأ عم تسمعني أخ جان؟ عم بسمعك الله، ويا ريت تكمل من عند الفرق الكبير. أوكي. لقيت فرق كبير بين المسيحيين الموجودين بالعزيزية بحلب وتعاملهم وأخلاقهم، وبين المسلمين اللي كنت عايش معهم. طيب أنا بعتذر كثير من أصدقائنا، ويا ريت كمان كنت مثل ضايع يعني، بقى عم بدور على دين الحق يعني، بدي اعرف انا هو دين الحق. قلت خليني اتعرف على المسيحيه. بعدها رحت على لبنان لحتى ادرس الجامعه. هنيك صرت عم بتردد على الكنيسه، صرت عم ناقش مع القسيس، مع الخوري، صار عندي رفقات مسيحيين بالجامعه. انا عجبني اخلاقهم يعني، كل شيء بيخص اخلاق دنيويه انا عجبني كثير، وما بيفرق شيء عن الزردشتيه والايزيديه كثير. بحبوا دين عن الشر، تعاملهم كثير منيح. بس ولكن لما بفوت بامور الميتافيزيقيه، مريم من الولد بدون اتصال جنسي، وطلع يسوع وقام من القبر، و يعني صار باعتبار مو ديني، باعتبار انا بالاصل ما عندي هالايمان القوي، صار المنطق والعقل عم يتحكم فيني. صرت بشي يسلم الامر، صرت عم بستفسر على كل شيء بفكر فيها. ما قدرت اقتنع بالامور الميتافيزيقيه، ضليت قريبين منهم، بس كل شيء بخص عقائدهم حسيت افلام كرتون يعني، حسيت خرافي. وصادفني نفس المشكله يعني، صادفني نفس المشكله اللي صادفني بالاسلام، انه الدين في اديان قبل يعني. اخ جان، في نقطه كثير مهمه لازم اقول لك اياها. انا لما ببحث بالدين الايزيدي، ما فيك الا تمر على الاساطير الموجوده عند السومريين وانت جاي، لانه الديانه الايزيديه هي خليط يعني. لحتى تدرس جذور ايزيديه بيصادفك كل هالشيء، بيصادفك جلجامش، بيصادفك عشتار، بيصادفك كثير الهه زمان يعني. فهون صرت انا بدي اعرف جذور الله من وين يعني. اول دين نزل مين؟ اول ما الله صار عم بيحكي مع البشر كيف؟ أنه حكى مع مين أول شيء؟ بدي أعرف، بدي أوصل لله. صرت ما بدي أعرف دين، لأنه كل الأديان صرت عم بقرأ كثير أديان، إسلام، مسيحية، توراة، إيزيدية، زردشتية، و
سمعت مين هو بوزا؟ شو بيكون؟ بدي اعرف مين بوزا، بدي اعرف مين هندوسيين. بقى هون صار عندي خليطه اديان وكله بتشابه، يعني مثل احزاب السياسيه اليوم، يعني كله بتشابه، كله فيه كلمه ديمقراطيه وكله في سكرتير حزب وفي كذا، يعني مشابهه كثير يعني. بس مين هو الدين اللي نزل من عند الله؟ انا هو دين، انا هذا اللي كنت بدي اعرفه. صادفت شهود يهوه. شهود يهوه اكثر ناس حاولت اتعمق فيهم، لانه عن جد عجبوني ولا زال بيعجبوني. ملتزمين كثير، انسانيين كثير، اخلاقيين كثير. يعني تصور انه ما لقيت واحد شهود يهوه بيدخن. تعرفت على كثير منهم ما في واحد عم بيدخن، ما في واحد عم بيخالف اجتماع واحد وما بيحضر. عندك رسان يعني المدخنين غير اخلاقيين يعني بدك تقول؟ لا، مو هذا القصد، انا قلت بيلتزموا بتعاليم دينهم، هذا كان قصدي. يعني معلش اليوم مثلا المسلمين الاكثر متطرف ومتشدد عم بيدافع عن الدين، بتلاقي ما في شيء عم بيلتزم بدينه، يمكن بحياته ما شاف الجامع. بيجي مثلا بيعلق لك على الفيسبوك وبيهاجمك، واذا بيطلع وبيقتلك، وبحياته ما شايف جامع وما بيعرف شيء بدينه، قصدي انه من كتابهم المقدس. بغض النظر اذا قصه تدخين اخلاقيه ولا مو اخلاقيه، او عجبني تنظيمهم، يعني فيهم مدروس ومنظم وبيحترموا بعض وبيلتزموا بالوقت. تنظيمهم كان يعني كان شبه تنظيم سياسي، فيني اقول خبيث كثير، شدني لهم. بس ما لقيت فرق، يعني نفسه كمان التوراة والإنجيل، يعني ما في فرق، يعني بالعقائد ما في فرق، نفس الإله، يعني ما فرق شيء إذا غيروا اسم الله أو رب لاسم يهوه، يعني ما تغير شيء. طيب أنا بدي أسألك هون، لو وصلت لمرحلة الإلحاد أنت يا رسان، شو اللي شفته بين رسان اللي كان مؤمن مثلا بهالديانات ويبحث ورسان اللي صار ملحد انتهى وصار يفكر تفكير علمي يعتمد على العلم وعلى المنطق على الادوات الالحاديه اللي بنعرفها؟ يعني شو الفرق بين هالانسانين؟ القصة اخ جان بلشت لما بلشت ارجع للإسلام وتعمق فيها. لما يعني قلت لك من شوي انه بكل الديانات اللي قريتهم، البوذية والهندوسية والمسيحيين، ما لقيت فيهم شيء لنزمهم انه شيء بيدل على قلة اخلاق او انه عقلي ما بيتحملها. يعني اتمنى تكون معنا اخي رسان، شوي الصوت توقف. الو، انا سامعك اخي جان. تفضل اخي رسان. عم بسمعك، تفضل. كنت عم بقول انه بالديانات الثانيه ما عدا الاسلام ما لقيت في شيء بيدل بيسيء لاخلاق او كذا، يعني لهيك ما كان لي معهم مشكله. بلشت شوف فرق بين رسان المؤمن ورسان الملحد لما صرت عم بتعمق بالاسلام. صحيح انا كنت مؤمن بس ما كنت بطبق شيء بالاسلام، فلهيك ما صار فرق كثير. يعني انا لما كنت مؤمن ولما صرت ملحد ضليت على اخلاقي وطبيعتي اللي تربيت عليها ببيت رباني اياها اهلي، يعني ضليت على طبيعتي اللي كنت، يعني لانه بالاصل ما كنت بطبق شيء من تعاليم الاسلام، يعني
فهيك ما رح تشوف فرق كبير يعني بالاخلاق وبالمعيشه اليوميه، بس فرقت امور بالعقل يعني بالتفكير هون، فرقت امور كثير يعني. لما صرت لا ديني، او خليني اقول لما صرت ملحد، لما صرت ما امن بالله، صرت مثلا، خليني اعطيك مثال. قبل كنت لما بشوف مثلا شيء غريب، ظاهره غريبه، بقول سبحان الله، بكتفي بكلمه سبحان الله، بتعجب، بندهش، سبحان الله، اشتغل الله يعني، بدون ما اتعب حالي، بدون ما افكر فيها، بدون ما اسال كيف وليش. بس لما صرت ملحد، صرت ما امن بوجود خالق، صرت ما امن بالاديان، صرت بامن بقوانين الطبيعه، بقى صرت كل ما اشوف اي شيء، اي ظاهره، صرت بسال كيف وليش، كيف وليش صار هيك. يعني انت تخيل مثلا لو كان داروين مسلم، وعلى سفينه هيجل كان رايح بهالرحله وشاف انواع كثير من الطيور، لو كان مسلم كان راح يقول سبحان الله سبحان الله، بس ما كان راح يتعب حاله يفكر ليش هالاختلاف بالطيور، وبالتالي ما كان وصل لاعظم نظريه اللي هو نظريه التطور. نفس الشيء لما قائدنا الثاني لما شاف تفاح عم يسقط من الشجره، يعني ما قال سبحان الله كيف انه التفاح عم ينزل الارض عم يطلع لفوق، لا، صار بده يفكر ليش عم ينزل التفاحه. هذا الفرق بين المؤمن والملحد، يعني لما بتصير انت بتهتم بالقوانين الطبيعيه وبتشيل العامل الخرافي اللي انت مخدوع فيه انه هو الله بيدخل بكل شيء، بتصير انت بتبحث عن الاسباب. يعني مثلا انت بتعرف افجان، حتى موضوع الطلوع على القمر والمريخ المسلمين بيعتبروها كفر، يعني شغل الله، يعني كيف هيك عم بيطلعوا للسماء؟ يعني مره شفت شيخ عم بيقول انه القمر مو بالسماء لانه محمد طلع السماء استأذن، فكيف هذول عم بيطلعوا للسماء اذا محمد استأذن؟ خرافي. طيب عندي بس في اسئله تعليقات على، بس اخي رسان تفضل. الاخ هيثم مسلم عم بيسالك انه هل هناك علاقه بين العقيده الازيديه والشيعه؟ لا ابدا ابدا، ما في اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد. بكل تاكيد بس في 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 بعض الباحثين، مو كلهم، بعض الباحثين صادفني وانا عم بدرس التاريخ الازيدي، بينسبوا اصول العلويين واصول اسماعيليه واصول الدروز بينسبوها للاصل اليزيدي. الفكرة كيف هذول بيبرروا هالفكرة؟ بيقولوا إنه لما الإسلام غزا بلاد اليزيديين وأجبر، وتعرف إنه ما بيخيرون بين الجزية والقتل والإسلام، بيخيرون فقط بين أمرين، قتل أو إسلام، لأنه مو من أهل الكتاب. بيقولوا إنه قسم كبير من اليزيديين صاروا مسلمين بالاسم، يعني بالظاهر، يعني صاروا زناديق، يعني ظاهر مسلم وباطن يزيدي. هذول يعني هذول الباحثين بيقولوا انه الاسماعيليه والعلويه هذول اصولا الازيديه الزناديق اللي صاروا مسلمين بالاسم، لا وصلوا لمرحله نسوا اصلا وصدقوا حالهم انهم مسلمين. طبعا انا ما بعرف شو درجه حقيقه النظريه، يعني بس في كثير باحثين عم بيحكوا. طبعا انا بس بدي، لانه الصوت كان عم بيقطش شوي، انا راح اشرح بشكل مبسط. يعني هو الاخ رسان، اسف كثير على الصوت، يعني الاخ رسان كان عم بيقول انه لما اجى الاسلام ودخل واجبر اليزيديين على الاسلام،
المجموعة اللي أجبروهم على الإسلام، هذول اللي صاروا علوية وشيعة، ما هيك قصدك كان رسام؟ لا مو شيعة، أنا علوية إسماعيلية قصدك. العلوية والإسماعيلية والدروز. ودروز ودروز. هذول لا إذا صرت واضح، هذول في بعض النظريات بيقولوا إنه هذول صاروا مسلمين بالظاهر وبيبقوا ضلوا يزيديين. في لهيك في تشابه كثير بالطقوس وبالعقائد بين الدروز والإسماعيلية والعلوية والإيزيدية. أما الشيعة ما لها علاقة أبدا، ما لها أي صلة بيناتهم. أكيد الشيعة جماعة علي بن أبي طالب وبدأوا من مكة، يعني من المدينة ومن مكة. الشيعة في عندي سؤال من الاخ رشان كباك هيك اظن، المهم عم بقول اتمنى من مضيف الحلقه انه يجيب على اسئلتي. عزيزي رسان، بعد اعتناقك للاسلام لما لم تؤمن باي اديان اخرى؟ اوضح لي سبب وصولك لقناعه بعدم وجود الله ولما اسلموا لك. السؤال واضح؟ واضح. أسئلة كثير حلوة، كثير مهمة، كثير أسئلة كثير حلوة. بظن كان السؤال الأول ليش ما اعتنقت دين ثاني؟ طبعا حكينا أنا مريت بكثير أديان وصرت صرت عم حاول أدور على دين الحق، بس للأسف ما لقيت دين الحق. كله مسروق من بعض، كله متأثر ببعض، كله بدعي إلهي وكله شغل بشر. واهم شيء، اهم نقطه اللي خلاني ما اعتنق اي دين، لانه كل العقائد الموجوده بالديانات اللي بتدعي سماويه موجوده بالاساطير الاولين اللي نعتبرها خرافات. فانسان لما بيفكر انه مو معقول اذا كان في الله في اله يسرقوا قصة نوح وقصة طوفان مثلا، يسرقوا من خرافة الجامش ويبعث لما جبريل للنبي تبعه، مستحيلة يعني. إذا دخلنا لجذور الدين كيف طلع، كان عامل الخوف وعامل الجهل بالطبيعة. كانوا بيخترعوا أشياء كثيرة، يعني بيخترعوا أفكار كثيرة. مثلا أحكيك مثال، أنا هون بدنمارك صادفني قصة من ملحد دنماركي، كنا نحكي هيك. أجدادنا الفايكينج صار عندهم خسوف الشمس، صار في أجا شيء وبده ياكل الشمس، هن خافوا كثير وصاروا بيعيطوا. بعد ما عيطوا وبعد ما صرعوا الدنيا يعني هرب هذا الوحش اللي كان بده ياكل الشمس، هرب. فهن اعتقدوا انه في زئبق بده ياكل الشمس، ولما هن عيطوا الزئبق خاف منه هرب. بهالشكل العقائد في قصة هجوم الشياطين ولا قصة البرق، يعني حتى مثل المطر لما إنسان ما قدر يعطي تفسير علمي كيفية نزول المطر، تصور يعني هو تصور إنه في بحر فوق، وعم ينزل منه المي يعني. فلهيك نحن بنشوف بالإسلام إنه عرش الله فوق البحر، يعني في بحر فوق وعرش فوق البحر. يعني هذا البحر من وين اجى؟ من ايام كانوا ما بيعرفوا يفسروا المطر، وقالوا انه في خزان مي فوق. حتى بالمره اللي لقيت حديث انه عم بيقول انه في ملاك خاص عم بيفتح حنفيه. هو بحر من المياه العذبه، يعني الله هذا بحر من المياه العذبه بعد. طب خلينا نشوف سؤال ثاني. اذا الاخوه المعلقين، هذا الأخ أبو مبارك عم بيقول تحية كبيرة الشيخ المقرئ صاحب الصوت العذب الشيخ بعد الكردي،
هذا الرجل لما تفكر تترك الدين الصحيح، أول ما تطفئ الشهوات على العقل تترك الدين. هذا صار عم يبحث يعني، بس دخل مسألة الشهوات يعني، شو بدي أقول لك، شهوات شو الشهوات، شو الشهوات عندكم أنتم؟ هو نبيك اللي اشتهى مرت ابنه، واشتهى طفله، واشتهى بيبي يعني فوق الفطيم يعني، رضيعه. نبيك هو اللي اشتهى، هو اللي يلحق شهواته، ولسنا نحن نتجوز مره واحده وامراه واحده بنحبها وحياتنا الزوجيه سعيده تماما، نشكر العقل على ذلك. ولكن نبيك اللي لحق شهواته مع وحده بالجزيره العربيه تقريبا اللي نجحت، وما طفله ما وفر، رضيعه اشتهاها. يعني شو بدنا نقول لك، الصحابه تبعتك العصابه اللي انت تفضل تفضل اخي رسام. حكيت انا يعني، انا قصدي تركي للاديان ما كان له علاقه بالاخلاقيات الموجوده بالاديان، كان متعلق بالامور العقائديه، الخرافات اللي موجوده بالاديان. يعني اولا خرافه الله، اما اذا بدنا نحكي عن قصه الشهوات، انا عجبني سؤال من شويه، انت قلت كيف اسلموا الكفار؟ اكيد الجيش الاسلامي لما فتح العراق وفتح بلاد الكافرين، اكيد ما كانوا حاملين برود، اكيد كانوا حاملين سيوف. يعني هذا اول نقطه. اذا بتقرا تاريخ الشعب، ما راح تلاقي اي فرق بين الاحداث اللي صارت ايام خالد بن الوليد وعياد بن غنم وارسل عمر بن الخطاب جيش لبلاد الكرد او بلاد الرافدين عموما، ما راح تلاقي فرق بينه وبين الحدث اللي صار للايزيديين ب 2014 على ايد داعش. ما في اي فرق، بالعكس داعش مقصرين كثير، لانه في اعلام قوي، وفي هلا صار في جيش قوي للكرد وللعراق، يعني ما عم يطلع بايدهم مثل ما طلع بايدهم ايام زمان. تتخيل اخ جان انه 2000 امراه ايزيديه بزماناته اخذوهم من 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 العراق للشام وانباعوا باسواق الشام. 2000 امراه، في عدد ما فيك تتخيلها، اللي انقطع لسانهم، حتى غير الرؤوس اللي انقطعوا. يعني عم يحكي عن الشهوات، خلي روحي حل القرآن. قصة الملك اليمين، العدد غير محدود من الجواري اللي فيه يستمتع فيه المسلم يعني، وأول نبيهم فيه يروح يحل قصة أربع نسوان، و يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما عم بيقصروا يعني، ما في داعي يعني. بيته من، مو بس من زجاج، بيته من بيت عنكبوت يعني، وجاي عم يرمي بالحجارة يعني. اسف يعني، في البندوره اللي عم تقول الصوت سيء للغايه يعني، انا اسف كثير لمساله الصوت هذا، كثير انا اسف. على كل حال نحن وصلنا لنهايه الحلقه اخي غسان. يعني انا بصراحه انا بدي منك حلقه اخرى، ولكن يكون الصوت اجود من هيك يعني. انا يعني استمتعت كثير بحديثك، ولكن الصوت شوي يعني ما كان بهالجودة هي. كلمة أخيرة بتحب تقولها لجمهور البرنامج ولأصدقائنا الملحدين كانوا أو مسلمين؟ أول شيء أرجان، بتمنى يكون في حلقة غير، لأنه فتحنا كثير أبواب وكثير نقاشات وما كملنا شيء يعني في أفكار كثيرة لازم نوصلها للعالم. هذا أول شيء. ثاني شيء، موضوع الصوت اليوم يعني صراحة بكركب الواحد يعني. أخ جان، أنا بحييك من كل قلبي على هالبرنامج الحلو، بحيي كل العاملين على هالبرنامج، وبشجع كل الملحدين، وخاصة اللي عايشين بالدول غير إسلامية،
اللي عايشين بغير دول إسلامية ما في شيء يمنعكم تطلعوا. المسلمين او المتدينين هن هوايا مقوين حالهم بعددهم مو اكثر. هن اذا نحن ملحدين طلعنا واجهرنا وحكينا راح ينصدموا، راح ينصدموا انه 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 نص العالم ملحدين. زمن مثل ما انت بتكتب كل مره زمن الخوف ولا يعني صار وقت انه نطلع نقول نحن موجودين، نحن هيك افكارنا. بتمنى انه يصير تنظيمات الحاديه، بتمنى يصير احزاب الحاديه، بتمنى يصير مطالبه بشكل اوسع بحقوق الملحدين. بتمنى يكون عندنا قنوات فضائيه، وهذا الشيء كله راح يصير بس ما راح يصير طالما نحن مخبين حالنا. طالما نحن مخبين حالنا ما راح يصير اي شيء. لازم نطلع، لازم نتواصل، لازم نوصل افكار للعالم. واخر شيء بقوله اخجان انه محاربه الدين واجب انساني. يعني مش انه نحن مبسوطين انه والله عم قاعدين وعم ننتقد، لا، انا بعتبره واجب انساني. الملحدين هن الامل الوحيد لشعوبنا. شكرا كثير لك اخ جان. بكل تاكيد اخي راسم، بكل تاكيد. انا يعني مره ثانيه اعتذر لاصدقائنا بمساله الصوت، ولكن اوعدكم والاخ راسم موجود وراح نعمل حلقه ثانيه مع الاخ راسم، وحلقات احتمال نعمل مع الاخ راسم. يعني انا افكاره كثير عجبتني وبصراحه متكلم رائع يعني. فبتمنى يعني نشوف مساله الصوت هاي عنده، واكيد راح نعمل حلقات مع الاخ حسان. انا بشكرك كثير اخي حسان، وبشكر كل اصدقائي. الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء. الى اللقاء.